هل يعني إذا الإنسان هل يجب على الإنسان إذا نهى يعني بمعنى أن يكون تاركا للمحرم حتى ينهى عنه؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان مثلا يفعل المحرم هل يحرم عليه أن ينهى الناس عن فعل هذا المحرم؟ الأصل في امتثال أمر الله عز وجل وفعلا وتركا فعلا في الواجبات والمأمورات وتركا في المنهيات والمحرمات هو أن يفعل الإنسان ذلك طواعية لله عز وجل بقطع النظر عن ماذا سيقول الناس. فالله تعالى إنما أمرنا بأن نعبده مخلصين له الدين كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومقتضى الإخلاص قطع النظر إلى ما يقوله الناس، لا طلب مدح ولا طلب ولا دفع ذم، لا يطلب مدحا منهم ولا يطلب ولا يدفع ذما، فذاك شأن لا يوصل إليه بالعبادة، العبادة تكون لله وحده لا شريك له. هذا هو الأصل، وبالتالي ويجب على المؤمن أن يصحح النية في كل عمل، لكن في كل عمل أمرت به ينبغي لك أن تبادر إلى القيام به، ثم إذا كان هذا مما ندب إليك أن تدعو الناس إليه فهذا من الخير الذي تندب إليه، لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أحيانا قد يكون إنسان متورط في ترك هذا الواجب أو واقع في هذا النهي الذي ينهى عنه، فهل هذا يسوغ له أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لم يعمل بالمعروف أو لم ينتهي عن المنكر؟ الجواب لا، بل يجب عليه أن يأتمر بالمعروف ويأمر به وأن ينتهي عن المنكر وينهى عنه، فتقصيره في الإثمار والانتهاء كونه هو ما قام بالواجب أو ما ترك المحرم هذا لا يسوغ أن يضيف إلى السيئة سيئة بترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر، بل ينبغي له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان مقارفا للمنكر ومجافيا للمعروف تاركا للمعروف، فهذان أمران مستقلان، فلا ينعكس هذا على هذا من حيث وجوب الامتثال، لكن من حيث قبول الناس بالتأكيد أن القبول في الغالب ينظر فيه إلى حال الإنسان، ولذلك قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فهذا أمر لا يفعله العاقل عادة وعرفا أن يأمر الناس بخير ويندبهم إليه وهو قاعد عنه مع قدرته عليه، أو ينتهي عن منكر أو ينهاهم عن المنكر وهو متورط فيه مع قدرته على تركه، فهذا لا يفعله العاقل عادة، لكن لو جرى هذا فإنه لا تثريب عليه، هو مأجور على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ولو كان واقعا في المنكر وتاركا للمعروف، ولذلك ذكر بعض أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز أن المجتمعين على خمر يجب عليهم أن يأتمروا بالمعروف وينتهوا عن المنكر فيما بينهم مع أنهم مجتمعون على منكر، فينهى غيره أن يشرب الخمر ولو كان هو قد جلس معه. طبعا هذا مثل ما قلت قبول النفوس له في الغالب ضعيف، لكن بقطع النظر عن قبول النفوس ينبغي أن يعرف أنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا ينعكس تركه للمعروف أو تورطه في المنكر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي له أن يفعل الأمرين. وقد قال يعني القائل فمن يعظ العاصين بعد فلو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد بعد محمد، هذا يدل على أنه يعني هو لا يدل لكن يفهم منه كما قال الشاعر أنه إذا كان ما يعظ إلا من لم يقع في خطيئة فهذا بعيد جدا، لكن ينبغي أن يعرف أن من كانت سجيته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون قيام بهما وإنما يأمر لأجل أن يقول الناس آمر وينهى لأجل أن يقول الناس ناهي هذا على خطر عظيم. وقد جاء فيه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل أو يؤتى بالرجل يوم القيامة
فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه تسقط فيدور فيها كما يدور الحمار برحى كما يدور الحمار على الرحى التي تطحن. فيجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان كنت تأمر ما شأنك كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا محمول على أن يكون سجية له لا أنه خالف ذلك في موضع أو في محل أو في مكان أو في ظرف، فإن هذا لا يسمى منه إنسان، كل ابن آدم خطأ. ولكن مما ينبغي أن يستحضر أن من دواعي القبول ونفوذ القول أن يكون الإنسان ممتثلا لما يدعو إليه منتهيا عما ينهى عنه. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله إذا أراد أن يأمر بأمر أو ينهى عن شيء بادر بامتثاله، فكان إذا أراد أن يعظ الناس بالصدقة تصدق قبل أن يحدثه، فهذا أوقع في نفوسهم وأبعد عن أن يكون ممن يأمر بما لا يفعل. حتى نكون الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.